2012 لحد انتخابات 2020 نزولنا 3 مرات. انا عايز اقول له حاجه، يعني كان انا بامكاننا لو كنا تعاوننا مع الناس سأل يعني، حتى ساعتها كان زميلي اسامه كان موجود معانا في الانتخابات، كنت كسبت اصوات كتيره جدا من العزبه دي. وعايز اقول لحضرتك كنا زماننا مثلا في 2015 نائب برلمان، لكن ده في ناس كده اتربت على مبادئ معينه، لو ربنا يعني شايف ان احنا خالفنا المبادئ دي عمرنا في حياته ما هيوفقنا حتى لو كنا دخلنا المجلس. ربنا اكرم، احنا ساعتها ما دخلناش، بس وصلنا رساله قويه جدا ان مش شرط ان الاثنين يحطوا ايديهم في ايديهم بعض عشان ده عايز ياخد الكرسي وده بقى بعد كام سنه لما انتخابات المحليه تيجي ياخد الكرسي. لا، احنا في وش الناس. انت حضرتك كنت بقالك 20 سنه 4 دورات مجلس محلي، عملت ايه للدايره الفلانيه؟ كانت الاجابه حتى كانوا بيضحكوا لبعض، يا فندم انت ناقص لك 7 ايام ولما ربنا اكرم ودخلنا الاعاده كان 7 ايام والانتخابات الاخيره تتم. جاي تسالنا؟ انت جاي تسالنا احنا عملنا ايه؟ وراحت الكلمه اللي انا بحكيها لحضراتكم، ده انا لما يحصل لي كذا ابني هياخدها، ولما ابني يحصل له كذا ابنه هياخدها. عايز اقول لحضرتك لما نزل تابعنا مع الدوائر ولما جينا في انتخابات 2020 كل الناس راحت ساعتها كانت قالت للقائمه الوطنيه، عشان كنت ممثل على القائمه الوطنيه، قالت لك احنا هننزل ننتخبكم عشان انتوا فعلا كنتوا صادقين في كلامكم، انتوا فعلا كنتوا عايزين تقدموا لنا حاجات محترمه جدا. طب ربنا اكرمنا، هل بقى نسيب الناس؟ لا، لازم نثبت للناس اكتر ان احنا فعلا بنقدم خدمات محترمه، لحد ما يجي عضو مجلس محلي محترم يبقى مسؤول عن الدايره دي او العزبه دي ويقدم لهم الخدمات، بس يكون واحد اللي احنا تحدثنا عنه مواصفات معينه، مش واحد عايز يفرض على المحل الفلاني واحنا شفناها وكنا بنسمعها من الناس عشان خاطر عامل لك الكهرباء ولا عامل لك كذا وعامل لك كذا تدفع لي كذا، ده فساد رهيب، فساد رهيب. فاهم من بعد القانون اختاري قيادات محترمه تبقى ممثله عن الانتخابات دي، ولازم تبقى بدايه عشان ما يبقاش كلام وزي ما حضرتك لسه بتقول مكلمه. لا، احنا مش عايزين مكلمه، انت عندك اتحادات قوي، عندك انشطه طلابيه قويه، بس هتقويها ازاي؟ لما تربط بقى، وده انا عايز اسمعه من صفاء دلوقتي، فكره احمد لما اتكلم عن انشطه طلابيه، عايز اسمع من صفاء اتحادات الطلبه وتسمعوها بالتفاصيل ازاي تقدر تخرج كوادر هي اللي تخدم سواء في المحليات واخيرا برضو، هل انت عمرك في حياتك سمعتي ان شباب بتروح تتدرب بدل ما بتتدرب في البنوك او بتتدرب في شركات الاتصالات تروح تتدرب في حي من الاحياء؟ ما سمعناش. فكلام احمد بيقول لك ايه؟ ان احنا عايزين شبابنا من الانشطه الطلابيه تروح تتدرب في جوه داخل المحليات، عشان ما الناس دي هتتعلم ازاي؟ الاكاديميه الوطنيه خدت الشباب اللي بقوا نواب محافظين، عملت معاهم التجربه على مدار سنه ونص، انزلوا شوفوا ده بيحصل فيه ايه، وده عشان لو هم مكنوه في الاول مع احترامي الكامل ده ممكن يمضي بعد بكره اتحبس. فعمليه التمكين ان انت تدربي عشان تمكني دي مهمه جدا، عمرك ما هتيجي الا بنموذج معاكاه انشطه طلابيه اتحادات.